قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق جبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين، كان بالأمس يقولون يصنع الخير العظيم، وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق وهو مجروح الجبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين، بينما الحب يقول كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوعا إذا أحب الآثمين. حتى تنتهي الرواية قصة الحب، حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين. حتى تنتهي الرواية قصة الحب السمين، حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين، قد أميت الحب ظلما، قد أميت بالصليب. منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين. إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق وهو مجروح الجبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين، أي حب قد تناهى مثل حبه العجيب.
أي حب مثل هذا قد بدأ عند الصليب. كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كياني رده حب يسوع، كل حب في الوجود نبعه كل حب في كياني رد يسوع. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد روى لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق وهو مجروح الجبين. قد روى لي حبيبي بالدم الغالي السمين. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. سابع عمل يعمله الراعي الصالح معانا، انا هو الراعي الصالح اطلب الدار. حسقيال 34 قال كده، لما لقى الرعاة قاعد يوبخهم يقول لهم لم تطلبوا الدار، الجريح لم تعصبوه، المكسور لم تجبروه، الضال لم تطلبوه، أنا هاجي بقى أنا أعمل كل اللي أنتم ما عملتوش. أول عمل شخصي مع كل خروف كان الدار، أطلب الدار. لاحظوا كل الكلام اللي فات كان بالجملة، أنا أرعى شعبي وأفتقد، أسأل عن الغنم وأفتقد، أخلصهم، أخرجهم، آتي بهم، أريحهم، أرعاهم في جبال عالية وفي كل الأودية، وبعدين وأطلب الدار. ساعات نتهيأ لنا أن الراعي الصالح بيشتغل بالجملة، ساعات الواحد يجي له إحساس خطأ انه رقم، انه نمره وسط عدد ضخم، انه واحد وسط ملايين. مره واحد من الشباب كده كان مبتدئ يعني بيقول لي يعني انت عاوز تقنعني انه ربنا مهتم بيا انا وسط المليارات دي؟ يعني كلام مش منطقي. هو كان بيقول لي كده يعني انا رقم، انا نمره. قلت له لا، بص انا بقول لك اللي الانجيل قاله. الإنجيل قال لا، هو مهتم بيك أنت، الموضوع مش بالجملة زي ما أنت فاكر، هو مهتم بالجملة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكن ده ما يلغيش أبدا أن فيه اهتمام شخصي بكل واحد بكل قلب المسيح وعقله، في تركيز شديد مع كل واحد. وأول نوع من التركيز في الراعي أطلب الدار، ده موضوعنا، إزاي الراعي الصالح يطلب الدار. في لوقا 15 الأسبوع الثالث بتاع الصوم يقول كان جميع العشارين والخطاء يدنون منه ليسمعوا. الناس حبت المسيح قوي لطبته كلامه الحلو والرجاء اللي بيديه للناس الخطاء، فبقت شعبيته أكتر وسط الناس الوحشين، شعبيته كده وهو فرحان بكده، لأنه بيقول أنا ما جيتش للأبرار، أنا جيت للخطاء. فتزمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، فكلمهم بهذا المثل قائل. تلاحظوا بداية لوقا 15 ان في فريقين، فريق لازق للمسيح بيحبوه بصدق العشرين والخطاة، وفريق معترضين ومتذمرين ومش قادرين يقربوا قوي في وجود الناس دول، الكتبة والفريسيين. عشان كده التلات امثال اللي قالهم المسيح فيهم فريقين. المثل الأولاني في خروف ضال وتسعة وتسعين بار، المثل الثاني في درهم مفقود وتسعة موجودين، المثل الثالث في ابن ضال وابن موجود. وفي الثلاث أمثلة طلع أن النفر ده الضال أو الضايع أهم من أي حد، فكان رد صريح على جماعة الكتبة والفريسيين، هم متذمرين، أنت ليه مهتم بالناس دي أكتر؟ انت ليه سايبهم يلزقوا لك كده؟
انت ليه مشغول بيهم كده؟ اذا كنت رجل دين زينا، اذا كنت معلم انتميت لينا كمعلمين، انت لازم تشرفنا، الناس دول ما يشرفوش. فرد عليهم بتلات أمثلة، تلاحظوا تركيز كل مثل على الشخص المطرود الضال المرفوض، مش على الشخص السليم. لا 99 عليهم قصة، ولا 9 دراهم عليهم حكاية، والابن الأكبر للأسف أسوأ شخصية. إنما الضال هنا هو صاحب القصة دايما. أول قصة كانت إيه؟ أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توب. عاوزكم تتخيلوا الوقفة اللي بيحكي فيها المسيح الثلاث أمثلة، إيه إحساس العشارين والخطاة؟ مثل ورا مثل بيديهم إحساس بقيمتهم، لأنه المسيح الفوكس بتاع كل الناس ده عمال يجي في صفهم. الكلام على الخروف الضال هم المهمين وهم المفرحين وهم اللي يسعدوه، الباقيين مش مهمين. والدرهم المفقود هو ده اللي يفرح الست اللي لقيته، والابن الضال هو ده سعادة أبوه. فواضح أن الكلام بالنسبة لهم رفعهم جدا. هم عارفين نظرة الفريسيين ليهم كلها احتقار، إنما كلام المسيح عمال يرفعهم. تعالوا نعيش بقى قصة أطلب الضال دي، لأنها الحقيقة أهم مهام الخدام اللي شاربينها من الراعي الصالح. يعني أنت كخادم أهم مهمة في حياتك هي الكلمتين دول، أطلب الضال. شغلتك كخادم نمرة 1 الكلمتين دول، لأن دي مشغولية الراعي الصالح. إذا ما كنتش بتشتغل على مستوى قطيع عدد كبير، فعلى الأقل على المستوى الشخصي 1 في تفكيرك أطلب الضال. الأولوية للضال مش الأولوية للكويس. فأشعياء 53 واجهنا بحقيقة تخلينا نغير نظرتنا للفكر. قال إعلان مهم جدا ربنا، قال كلنا كغنم ضللنا. المصيبة مش إن في خروف ضال، هي المصيبة إن الباقيين مش عارفين إن هم ضالين. واضحة الفكرة؟ لأن كلمة كلنا كغنم ضللنا، يبقى 1 على 99 طلع 100%، مش 1 على 99، لكن هو ده اللي دريان إنه ضال، هو ده اللي باين قدام الناس كلها إنه ضال. إنما الحقيقة 100% ضالين، كلنا كغنم ضللنا، أنا كمان ضال والمسيح بيجري ورايا وأنت كمان ضال. فاوعى تفتكر وانت بتخدم ان انت بار لا تحتاج الى توبة وبتجري ورا الضال. الحقيقة كلنا ضالين والمسيح طالع يلف ورانا 1 و1، كل مفهمه. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه. يعني ايه؟ ان كان مثلا واحد مشي في سكة سرقة شايفينه ضال، واحد تاني مشي في سكة كبرياء احنا مش شايفينه ضال بس هو ضال قوي بالنسبة لربنا، هو ضال قوي. بس احنا حاطين معايير لنفسنا في انواع الضلالات ومستويات الضلالات. لما واحد يبيع الايمان ده ضال، لما واحد يمشي غلط ويمشي في سكة زنا مثلا ده ضال، واحد يسرق يا حاجة وحشة قوي، ولما واحد يتكبر مش باينة لا ده ضال قوي، لما واحد يدين الناس ها متغطي بس ده ضال جدا، لما واحد بيكره من قلبه ده أضل الضالين. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه. أنت فاكر إيه؟ أنت ماشي في سكتك والتاني ماشي في سكته، وأنت غلط وهو غلط. فالرسالة للفريسيين والكتبة، أنتوا مش أحسن حالا أبدا من العشارين والخطاء. الفرق الوحيد إن هم داريانين إن هم ضالين، إنما هؤلاء الآخرين يظنون أنهم أبرار، عشان كده قال لا يحتاجون إلى توبة، وهم مش دريانين إن هم محتاجين اللي يشيلهم.
كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. في إصحاح الصليب المشهور إشعياء 53، ربنا لقى كل الدنيا ضالين فشال كل خطايا الناس وحطها على رأس المسيح، عشان أي خروف ضال يلاقي نجاته في ربنا يسوع. تعالوا نعيش مشاعر الخروف الضال. حاولوا تبقوا خرفان وتتخيلوا لما يكون خروف تايه، ايه الشعور اللي عنده؟ تايه يعني طلع بره القطيع. اول شعور صعب هو الخوف. اول شعور عند اي حد ضال انه عنده خوف ورعب. تأكدوا من الفكرة دي، ان ما حدش بعيد عن ربنا عنده امان. وتعاملوا مع الناس من المنطق ده، تعاملوا مع اولادكم في الخدمة بالخلفية دي. اللي بعيد عن ربنا خايف، مرعوب، تعبان، يصعب عليك زي ما بيصعب على المسيح. ما تبصش ان هو صوته عالي وانه ماشي خبط ويرزع، هو من جواه خايف. صدقني مفيش خروف ضال مش خايف. ده الخروف الضال ساعات يقعد يعافر كده ويخبط ويرزع ويعمل مجهود كبير، انما ده اوت اوف فير، مش ثقة بالنفس ولا حاجة. فأول إحساس تفضل فاكره إن الخروف الضال خايف ومرعوب، ودي بتعدي علينا كلنا في لحظات. الواحد يحس إنه هو صغير قوي وإنه خايف وإنه مش في إيده حل وإنه مش عارف السك وإنه مش لاقي نجاة. حتى التلاميذ أقرب الناس للمسيح جالهم وقت يقول من الخوف صرخوا. النهاردة الناس كلها البعيد عن ربنا بتصرخ بس بأشكال مختلفة. يعني الطفل بيصرخ اول ما يبعدوه عن امه، لو صحي عيل صغير في سريره وما لقاش مامته جنبه ولا بابا يعيط، مش كده؟ والشاب لما بيبعد عن احبائه بيعيط بس في سره، والانسان لما يفقد احبائه بيعيط، واللي بيمشي في سكه خطيه ويحس بالظلمه بيعيط بس من جواه، ساعات من غير صوت بس كله خايف، والخوف بيخليه بيصرخ. تاني شعور للخروف الضال شعور الذنب. برضو مش هطول فيه لأننا حكينا فيه كتير، أو العار، لأنه الخروف بيحس أنه هو اللي ضاع. بينما شوف الراعي قال كلمة دقيقة جدا، خدتوا بالكم منها؟ يقول واحد منكم أضاع. ما نسبش الضياع للخروف، نسب الضياع للراعي. تصوروا أنا لما يجي لي، مفروض يعني أنا أقول لكم اللي المفروض أعمله، لما يجي لي شاب يقول لي أنا مقصر جدا في حق ربنا، أنا ضيعت حياتي بعيد عن ربنا، أنا عملت كل حاجة وحشة، أنت المفروض يا ابونا ما تقبلنيش، أقول له يا ابني أنا اللي مقصر، أنا اللي قصرت في حقك، أنا الراعي وأنت الخروف، أنا اللي ضيعتك مش أنت اللي ضعت، ده دوري أنا ككنيسة. برضو تلاحظوا في المثل الثاني المرأة هي الكنيسة، أضاعت الدرهم. الدرهم هيضيع لوحده، هيمشي لوحده الدرهم، هي ضيعته. فربنا بيحملنا كخدام كرعاة مسؤولية ضياع الناس. عشان كده لما تلاقي إنسان بعيد أنت اللي محتاج توبة، أنا اللي محتاج توبة قبل منه، أنا اللي ضيعته، أنا اللي ضيعت ولادي، أنا اللي كنيسة قصرت في حق الناس اللي خرجت بره الكنيسة. مش شطارة أن أنا أقعد رجل على رجل وأقول إزاي يعملوا كده، إزاي يعملوا كده، أنا المسؤول. الخروف طبيعي يضل لو ما كانش الراعي مفتح، والدرهم طبيعي يقع لأن الست مش واعية. فهنا إذن ربنا بأول مثالين حملنا إحنا حمل نفسه المسؤولية. عشان كده أصبحت مسؤولية حتمية، أنت لما بتخدم ولا بتجري ورا حد أنت مش بتعمل حاجة زيادة. والغلبان ده البعيد ده هو لما يلومنا مش مفروض ندافع عن نفسنا، احنا فعلا مقصرين. تالت حاجة يحسها الخروف الضال الحيرة. كل الناس البعيدة عن ربنا جواهم حيرة. تأكدوا من الفكرة دي. برضو ساعات احنا جماعة ننبهر بناس بعيدة عن ربنا بتضحك والدنيا ماشية معاها، دي تمثيلية مؤقتة. القاعدة ملهاش استثناء. اي حد بعيد عن ربنا لو قعد يضحك طول اليوم ولو كل حاجه ماشيه سهله معاه
جواه خوف، جواه حيرة. ما تصدقش غير كده، لأن سكة الضلال دايما فيها كده، في حيرة وفي حسرة. ليه؟ أكيد الخروف الضال كان يقول يا ريتني خدت بالي من الخروف اللي جنبي، مش عارف فجأة لقيت نفسي لوحدي، سرحت شوية، الزهر مشي وقعدت أكل في شوية البرسيم وسبقوني وببص حواليا ما لقيتش حد مثلا، أو لقيت شجرة جميلة رحت ناحيتها وسرحت برضو لقيتهم بعد كده اختفوا. هنا الحسرة يعني إيه؟ يا ريتني. شعور صعب، شعور صعب صدقوني، حكاية يا ريتني دي. ولازم يبقى الواحد مستوعب المشاعر دي في اللي بيخدمهم جوه الواحد مهما كابر، يا ريتني ما عملت كده. شعور اليأس، الخروف الضال حتى لما يرسموه تلاقوه ايه متعلق في اشواك كده ومش عارف يطلع منها، عارفين الصورة المشهورة دي، تلاقوه كده ايه الشوك ملزق فيه فهو مش عارف يفك روحه، او واقع في حفرة ومش عارف يطلع منها. فهنا في نوع من اليأس والعجز، الخروف الضال مش في ايده حاجة. ومن هنا لازم اطلب الضال. اول رسالة مفرحة عاوز اقولها لكم، لما يبقى عندك النوع ده من المشاعر، خوف شديد، يأس شديد، حيرة شديدة، ذنب شديد، انتظر دور الراعي. من حقك تقول مش عارف اعمل حاجة، مش عارف اطلع من المشكلة، مش عارف ارجع. من حقك تقول كده، لأنه في وعده أنا أطلب الدار. الراعي المصالح بيقول أنا أطلب الدار، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. والراعي الصالح في مثل لقى 15 طلع يدور ورا الخروف الدار، انتظر الرب. أنا مش بقول ما تعملوش حاجة، بس بقول افرح بالفكرة دي، إن لو أنت ضليت ولو ابنك ضل، صلي لأن في معاد للراعي يتدخل في لحظة، الراعي هيلاقيه في حل. الحل لسه ما نعرفش ميعاده بس هيجي، لأن مسؤولية الراعي أكتر من الخروف. يجي سؤال تاني، إيه أسباب الضلال؟ إيه اللي بيخلي خروف يضل؟ أول فكرة الحرية الزائفة. الفكرة دي موجودة في كل الأعمار بس بالأكثر في الشباب، إن الواحد يقول جوه نفسه أنا حر. أنا مش عاوز أتأيد بقولة صلي، روح الكنيسة، بلاش شقاوة، بلاش غلط أخبطة، عاوز أجرب كل حاجة، عاوز أعمل زي ما الناس بتعمل. الشعارات بتاعت الحرية الزائفة أول مدخل للضلال. ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نعملش زي الناس؟ اشمعنا كل الناس دي بتعمل كل حاجة ومبسوطين؟ وطبعا الشيطان بيجمل الصورة إن صورة الضلال ساعات تبقى شكلها حلو، إنما الحقيقة مش حلو. فالحرية الزائفة تخلي الخروف يرفض التبعي. عشان كده في القداس الإغريغوري نقول له إيه؟ أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك، همشي على رجليك ورجلين الغنم. أنا مش عاوز أمشي بدماغي تاني، أنا مش عاوز أعمل اللي أنا عاوزه تاني، اللي أنا عاوزه تعبني وضيعني. فالحرية الزائفة أول مدخل للضلال. حاجة شبهها كده الفردية، الخروف ممكن يضل بقولة ايه؟ عاوز اجرب لوحدي، ليه امشي في قطيع؟ ليه انا ما اعملش نيو ستايل، يعني نيو لوك؟ ليه ما اعملش حياة جديدة؟ ليه اعمل زي ما الناس بتعمل؟ يفكر انه يعني كشخص ينفرد بحياة مختلفة عن الناس. كل الشباب اللي غلطوا تصوروا ان هم بيكتشفوا نوع من الحياة ما حدش دقوا قبل كده، وكلهم وقعوا في نفس الحفرة ونفس الفخ. كل المدمنين اللي ادمنوا تصوروا انه هيجرب بس. كل اللي وقعوا في خطية الزنا تصوروا انها مرة ومش هتتكرر. كل اللي سرقوا تصوروا انها يعني خبرة لذيذة وهتعدي ومحدش هيصبطهم. إنما دي فردية غشة. يعني إيه؟ أنت ليه تنفرد بالسكة دي؟ السكة دي غلط، سكة المجموع هي الصح، سكة القطيع هي الصح. طبعا مع الفردية ما يحبوش أبدا يسمعوا الصح، عدم الخضوع اللي بيخلي الواحد يضل،
انه اللي بيقول له اعمل كذا يقول له مش بسمع، انا ما بقولش حاضر، انا بتاع اللأ. الاب يقول، الام تقول، اب الاعتراف يقول، هنا ما فيش طاعة. عشان كده عدم الطاعة دايما اساس الضياع. ثالث سبب مشهور من اسباب الضلال الشهوات الجاذبة. يعني ايه؟ مش بقى السبب ان انا عاوز احر ولاقي نفسي واقول انا لا، ممكن تبقى حاجة اغراء من بره، شد زغل العينين الخروف فجري وراء الاغراء ده، وبعد كده اكتشف انه مش لاقي الراعي ومش لاقي القطيع. وحتى في بعض الافلام تلاقيهم يصيدوا بعض الحيوانات، ايه، يرموا اكل كده مربوط بحبل، فيجري الحيوان من دول ان كان خروف او غيره يجري ورا الحاجة اللي هياكلها دي، لقيها تجري، فيفضل يجري وراها ويفضلوا هم يسحبوا الحبل ياخدوه بعيد. الشيطان بيعمل كده، يرمي الطعم وبعدين تجري انت ورا الطعم ومش مركز انك بعدت عن القطيع والراعي، يفضل يسحب 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 لغاية ما تبعد خالص، تكتشف ان في مصيدة وفخ في الاخر. وهنا كان اسهل انك تسأل، هو ده صح؟ هو ده ينفع؟ هو ده حلال؟ هو ده يمشي؟ السبب الرابع للضلال السرحان والتشتيت، عدم التركيز. يعني ما فيش خروف مركز في رجلين الخرفان هيضل او في رجلين الراعي، لانه طول ما هو باصص خلاص مش هيمشي ليه؟ هيروح ليه؟ انما لما الواحد ما يركز، يقعد فترة مش مركز كده في الكنيسة وفي ربنا، تلاقيه ضل وابتدى يمشي في سكك غلط. ليه؟ لانه ما كانش مركز مع ربنا، كان بعيد عن ربنا. فكرة كمان في موضوع الخروف الضال، يترك التسعة وتسعين. ربنا يسوع قصد يقول انا هسيب التسعة وتسعين في البرية. على فكرة يمكن ما خدتوش بالكم قبل كده انه حتى مش سايبهم في الحظيرة. طب يا رب هتلاقيهم كلهم ضل، يعني هتسيب تسعة وتسعين في الجبال في البرية؟ طب ما هو إذا كانت من ناحية متفائلة، يعني ناحية كويسة، هيحموا هم بعض، بدل عينيهم على بعض هيفضلوا متكتلين مع بعض، يقدر يرجع لهم بعد ساعتين. إذا كانت من ناحية بقى أن دول فاكرين نفسهم كويسين، يبقى كلهم ضالين كده كده هيرجع يلمهم. فالفكرة دي تمشي والفكرة دي تمشي. إنما في قاعدة مهمة ياريت الواحد يحسها يا جماعة، لما تكون ضال، ودي احنا اكتشفنا على طول، انت اهم من الابرار. صلاتك وانت داخل الكنيسة مكسوف من عمايلك احسن من صلاة ابونا اللي بيصلي ومشهود له بالتقوى. انت اهم عند ربنا. صوتك وانت في عمق الشر، صرختك يا رب ارحم، اغلى عند ربنا من صلوات القديسين، لانه قال كده يترك التسعة وتسعين. تصور انت اهم من الابرار. دي معايير ربنا، صدق بقى، دي معاييره، عكس خالص اللي احنا بنحسبه. الواحد يبقى مكسوف من نفسه، هكلم ربنا وانا عامل كده؟ ده انت دلوقتي اهم من الدنيا كلها وانت بتكلم ربنا، لانك ضال. هو مش باصص لك لانك ضال، هو خايف عليك، فطبيعي انت الاهم دلوقتي. أنا المتعب أهم من أي حد مريح. دي قاعدة جميلة، مش أنت متعب لربنا؟ طب إيه رأيك إنك أهم من كل اللي مريحينه؟ اللي مريحينه هم حواليك مش عايل همهم، بس أنت أهم. أنا اللي واقع أهم من كل اللي واقفين على رجليهم. أنا اللي ضايع أهم من كل اللي موجودين جوه الكنيسة. لو فهمنا الحتة دي، أولاً هنقبل نفسنا في مرحلة الضياع والضلال بسهولة، في نفس الوقت هنتعامل مع أي حد بعيد عن الكنيسة بكمية احترام وأدب وحب، لأننا فهمنا ربنا بيفكر إزاي. يعني للأسف ساعات تلاقوا مثلا يعني كاهن اهتم بشخص معروف أن سيرته مش قوي أو ملوش في الكنيسة خالص، وأهمل أرخنة الكنيسة وأمناء الخدمة. للوهلة الأولى ممكن واحد فيهم يفكر
ابونا ما عندوش نظر، مش نشوف اللي ورانا الاول. لا بصراحة ابونا عنده نظر، هو هذا الشاب المستهتر اللي وشه ملخبط وشكله ملخبط ده اغلى بصراحة من كل اللي قاعدين بره ومن كل اللي في الكنيسة دلوقتي. طريقة ربنا كده، تفكير ربنا كده، فلازم كل راعي يفكر بالطريقة دي. ولو كلنا بقينا بنفكر بطريقة الراعي محدش هيضيع، محدش. كتير قوي سابوا الكنيسة لأنه لما دخلوا حسوا بالطبقية، حسوا أن في فريسين وكتبة، حسوا أن المسيح مش بتاعهم، المسيح بتوع الشمامسة وبتوع الكهنة وبتوع الأمنة وبتوع الخدام، بتاع الناس الكويسة. فيدخل الواحد يحس أنه ده مش مكاني. إنما لو لقى أن كل اللي في الكنيسة بمنتهى الحب والاحترام بيتعاملوا معاه وهو ضيف الشرف، هيفهم أنه لا ده مكاني والمسيح عاوزني، لأني أنا المهم. مش هنقول له أنت الضال، هنقول له الرسالة أنت المهم، إحنا اللي نسيب كلنا شغلنا عشانك، إحنا اللي نتعطل عشانك، لأنك أنت أهم مننا كلنا. هيلاقيه فين؟ الراعي بيلاقي الخروف الضال فين؟ حيث لا يتوقع أحد. ما ندورش على الضالين جوه الكنيسة أرجوكم، إحنا بنغلط، إحنا ما زالت كنيستنا بتخدم اللي بيدخلوا لها. الضالين مش جوه الكنيسة، الضالين بره الكنيسة. يعني اللي بنعمله في فصول مدارس الأحد واجتماعات الشباب مش هو التارجت، التارجت الأساسي مش اللي جاي لنا، اللي ما جالناش هو ده الأهم. الأولوية للي ما يعرفش سكة الكنيسة، للي عمره ما دخلها، ده الأولى. الأولوية اللي بره الإيمان إنجاز التعبير، إن كان في ظروف لكده أو في بلاد تانية، ده الأولى. الكرازة والخروف الضال لازم ياخد النصيب الأسد في تفكيرنا وترتيب أولوياتنا. نعطل كل حاجة، ساعات يبقى واحد محتاج يطلع مؤتمر عمره ما كان خادم وعمره ما كان بتاع ربنا، الحقيقة أولى من أي أمين خدمة أنه يطلع المؤتمر. إنما حد يصعب عليه إزاي يخدم وما طلعش، ما لقيتش مكان، تبقى مش فاهم، مش فاهم الشغلانة بتاعت ربنا. أطلب الضال، يبقى الأولوية ليه شغل ربنا كده، وتبقى أنت فرحان أنك تسيب مكانك للي محتاج أكتر، تبقى أنت كده بتشتغل مع ربنا مظبوط. ربنا كان يبحث عن الضال إزاي؟ أول مثلا مكان الجباية، مات قاعد على ترابيزة زي كده، الفلوس كده والشيكات كده والناس واقفة طوابير وبيطلع عينيهم. وتصورت مرة إن متى كان يوميها ناوي على نية مثلا إنه يمسك واحد كده إيه، يطلع اللي وراه واللي قدامه. العشرين كانوا بيبهدلوا الناس، استغلوهم. وبعدين عدى المسيح. طبعا ده ضال جدا اللي قاعد على الترابيزة، ده ضال. لكن ربنا يسوع بص له كده قال له تعالى معايا. هو سمع عن المسيح وحبه من بعيد فما صدق، دعاه، ساب كل حاجة. في اليوم اللي يمكن متى كان ناوي يعمل ويلخبط، زي واحد مرة قال لي في يوم كنت ناوي أبوظ الدنيا، اليوم ده أول مرة تأثر بربنا وابكي وتوب. في اليوم اللي كنت ناوي أعك الدنيا كلها، حسيت إيه ده؟ يعني أنت بتعطلني عن الغلط وتدخل حياتي غصب؟ إيه الذوق ده؟ بقى أنا ناوي ألخبط وأغلط، وأنت في اليوم ده مش بس تمنعني عن الغلط، تصطادني عشان أحبك وأعرفك وأبتدي أطلب الضال. ده شغل ربنا كده، شغل ربنا كده. في بئر السامرة، السامرية طالعة رايحة للجدع اللي في البيت اللي عايشة معاه في الغلط، وعاوزة شوية مية وخلاص وعايشة حياتها. إنما ربنا يسوع أطلب الضال ويقعد يخطط ويقسم، وست ساعات سفر ويوزع التلاميذ شوفوا لنا حاجة ناكلها، ويقعد على البير ويقعد يحط حوار ويقدم ويستحمل الكلام الدبش اللي بتقوله. ليه؟ أطلب الضال. ولما خلاص تقع في المصيدة أنا خلاص فرحان، أنا مش عاوز أكل. جايبين له أكل يقول لهم كلت. كلت إزاي؟ مين جاب لك أكل؟ قال لهم طعامي أعمل مشيئة الذي أرسل. شجرة زك، يا رب حواليك ألفات مؤلفة، والمورانا مشوار داخلين الشعانين وبنجهز ليوم تاريخي عظيم، والحكاية بقت على إيه آخرها، عشرات الألاف في الموكب بتاع
أريحة ده، وقال إيه يا زكة تعالى نتعشى سوا، أقعد في بيتك. والبشر دول كلهم يروحوا فين؟ طيب يدخلوا بيت زكة، وكله ابتدى يهمهم إيه اللي بيحصل ده، مفيش أي بلانينج، مش في سكاديول لليوم ده. يعني تخيلوا بقى ملك محطوط له برنامج تتويج، ده يوم حد الزعف ده تتويج، ما هي ليلتها زكا ليلة حد الزعف المفروض كده حسب الطقس وحسب الإنجيل. يعني ترتيبات تتويج ملك الملوك على الأرض، كل ده مش مهم دلوقتي، خلينا نتعشى عند زكا ونقعد من حق لغاية ما زكا يطلع الكلمتين الحلوين، أطلب الدار. والعشرات الآلاف اللي برة دي وأورشليم اللي بتشجي وسامعة أنك أنت جاي على الصبح، خلاص مش مهم، يستنوا، كل دول يستنوا، أطلب الدار. سجن روما، بولس مسجون، يعني كل الناس قلقانة وبيخططوا هنجيب له محامي، مفيش محامي راضي يترافع قدام نيرون، طب هو ربنا يديله نعمة يعرف يقول كلمتين بتاع، قال إيه؟ ساب ده كله وقعد ينبش في الزنزانة اللي جنبه ويحايل في الواد اللي اسمه أنسيموس الشاب ده العبد الحرامي، ويقعد يشتغل عليه. أطلب الضال، طب ومستقبلك ومستقبل الكنيسة كله المرتبط بقرار نيرون، مش مهم، مش وقته، خلينا في أنسيموس. ويطلع إيه أنسيموس ده؟ ده بتعريفه يعني، ده حتة عبده حرامي كمان، ما حدش يرضى يشتغل معاه، حدش ياخده خدام عنده، لا لا ده غالي جدا. يشغل بولس وينسيه همه وينسيه المحكمة وينسيه القضية، ويبعت رسالة فرحان انه تاب، ويوصف ليمون عليه ويقول له على فكرة بقى انا هطلع من السجن مخصوص عشان اطمن على الواد. كأن مسار التاريخ كله هيتظبط بسبب أنسيموس ده، ربنا هيطلعه فعلا من السجن وهيغير قرار نيرون، عشان لازم بولس يطمن انه أنسيموس ده اتصالح مع فليمون. ايه ده؟ اصل هو بولس شغال مع الراعي الصالح، ففهم الحكاية صح، فهمها صح، أنسيموس أغلى من روما كلها، بس يدخل المصياد. وبعدين لما يبتدي الخروف الضال يرفع ايده كده ويتعلق في ايد الراعي ياخده بقى، شوفوا بقى يعني احنا بنعمل ايه بقى لما نصطاد نفس كده. لما اب يلاقي ابنه عمل عملة ورجع البيت، تسمع بقى ما يحلو لك، ليه يا ابني كده؟ ليه تعمل في روحك كده؟ أو واحد تاني يقول له إزاي، ويقعد بقى يشعر إزاي قلبك سمح لك بكده، إزاي توصل معاك لكده، إزاي يا مغفل ما تبصش على بقية القطيع، أو إمتى أنا قصرت معاك، ولا إمتى. الحقيقة ربنا يسوع ما عندوش خالص الحركات دي بقى، مش مسك الخروف الضال ليه يا ابني، ليه يا خروف عملت كده، ولا امتى ضعت، ولا ازاي ضعت، لا لا لا، التساؤلات دي كلها غلط. انك تنبش وتدوس على جرح اللي قدامك ده غلط، انت تفرح بس انه رجع، ليكش دعوة خالص بليه وامتى وازاي. دي مشكلة في الخدمة عندنا، احنا مش عارفين نفهم الراعي الصالح. الراعي الصالح يطلب الضال ويفرح بيه، ما يسألوش خالص ضليت ليه وضليت امتى وضليت ازاي والى اي درجة وصلت في الخطية. ليه ليه يقعد يفحص فيه خالص؟ دي لحظة فرح، ايه اللي خلينا نقلبها نكد؟ الابن الاكبر حب يقلب، خلي بالكم، فقال له ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني، وقال له يا ابني اسكت، تفتحش السيرة دي، النهاردة يوم فرح، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابني هذا كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش، انت ماشي غلط، سكتك غير سكتي خالص، انا فرحان بيه، لا هسأل ليه ولا هسأل ازاي ولا هسأل امتى، كل ده ما يعنينيش، انا اللي يعنيني انه رجع لي. الكنيسة بتفكر كده، الراعي الصالح بيفكر كده، اطمن وانت راجع لربنا في اي لحظة، لا هيقول لك خسرت السنين اللي راحت، ولا البهدلتها اللي بهدلت بيها أبوك، ولا الخسارة اللي خسرتها، ولا حاجة من كلامت، ولا الفلوس اللي اتصرفت، لا لا، ده مش شغل الراعي الصالح.
من هنا التوبة تبقى سهلة قوي، ويبقى الخروف الضار راجع بكرامة، لأنه مفيش ولا سؤال محرج، ده متشال على الكتف، ده مرفوع لفوق بكرامة، دي حاجة تشرف. لا ليه حمله؟ كأنه لما شاله، أنا قربت أخلص 5 دقايق، لما شاله أول رسالة صامتة للخروف كفاية حبيبي خوف، لما شاله شيل من الأرض. هو كان ممكن يجر وراء؟ لا، لأن هو طالع من شوك ومن حفرة ومن رعب ومن قلق، فأول رسالة متخافش، متخافش، خلاص لقيتك، فما تخافش، كل حاجة تتصلح، كله يتصلح. أول رسالة بطل تخاف، كفاية خوف. تاني رسالة مهمة، كفاية حرمان. أنت بقالك كم ساعة، كم يوم، كم سنة محروم من أمان، محروم من حب، كفاية خلاص، أطلب الضال عشان أديله أمان، مش عشان أمسكه أغسله وأقول له ليه، أقول ليه عملت كده. كفاية ضياع، خلاص لقيتك ولقيتني، خلاص مش مهم أي حاجة حصلت قبل كده، ومش مهم اللي هيحصل بكرة، خلينا في اللحظة دي، أنت معايا وأنا معاك، خلاص كده احنا تمام. حمل الراعي للخروف كله رسائل، خروف أصله مش بيفهم، لكن بيفهم باللمس. فالراعي لما شاله، يعني أنا مش زعلان، يعني أنا معاك، يعني أنا بحبك، يعني اللي فات مات، يعني هنرجع بالسلامة الحظيرة، كلها رسائل بدون كلام، من حمل بس الخروف. رسالة مش هتضيع تاني، مش هسيبك تضيع تاني، مش هسمح لك تضيع تاني. وكأن الراعي بيعتذر، يعني لما شاله كأن الراعي بيعتذر عن هذا الضياع، عاوز يقول له حقك يا ابني علي، لأنه في المثل أضاع خروف، فكأنه بيقول له حقك علي، أنا اللي ضيعتك، مش هيحصل حاجة تاني زي كده. آخر بقى حتة مهمة، لما روح البيت الراعي خبط على الجيران وهو شايل الخروف، قال لهم لقيته لقيته، كله يجمع عشان هنهيص ونعمل حفلة للخروف الضال، حفلة ايه؟ يعني نديله علقة كلنا عشان يحرم يعمل كده تاني، كل واحد يجيب عصايته ويجي، لا لا خالص، كل واحد يجيب هدية للخروف الضال اللي جاي. وبعدين شوفوا بقى التعبير اللي يقوله، افرحوا معي لأني وجدت ايه؟ خروفي الضال. هذا الخروف الضال، لا ده خروفي، يعني ايه؟ يعني بيفتخر بي. بتفتخر بواحد ضال؟ المسيح بيفتخر انه اله العشارين والخطاة، ربنا يسوع بيفتخر انه بتاع الاشرار، بيفتخر، بيفتخر انه مصلوب بين حرامية، بيفتخر بكده. ازاي يعني؟ هو بيحب كده لانه بيحبهم، فمش فاصل نفسه عنهم. فهنا لما بيقول خروفي الضال، المسيح بيفتخر بهذا الخروف، ده سيرته وحشة، ده عمل بلاوي، بس ده رفع فرحني. موضوع فرح الخروف الضال او خروفي الضال هو موضوع الفرح الاول في الكنيسة. كنيسة مليانة افراح، اكتر فرحة هي فرحة رجوع الخاطئ، يعني كل كنيسة أفرح، تسبيح أفرح، والإفخارستية أفرح، والصلاة كلها فرح، وحب الناس لبعض فرح، وخدمة الفقراء فرح، إنما لا يتفوق فرح زي فرح الخروف الضال. تصور أنت إذا كنت ضال تفرح السماء كلها، ده الواحد يضل بقى، يعني أقصد إيه؟ إن الواحد ما يخافش من الضلال، لأنه إذا كان رجوعه هيعمل فرح قد كده، طب ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، ولا حد هيجرحك بكلمة، ولا حد هيقولك حصل ليه ومش ليه، ده أنت هتتشال فوق الراس وهتتزف كل الملائكة، ولا حد بيبص في اللي فات خالص، لا جيران كلهم فاهمين الراعي، مش هيسمح لهم بكلمة، فمحدش هيقدر ينطق بكلمة، كله هيقولك مبروك الحمد لله على السلام، واللي طبطب بقى واللي موضوع احتفال. اذا الخروف الضال اصبح موضوع فرح، وموضوع احتفال، موضوع افتخار، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. العمل الاول الشخصي في حياة الراعي الصالح
هو أطلب الدار. إذا كنا رعاة بأي درجة، تعالوا نراجع هذا المبدأ، إلى أي مدى شغلنا هذا الضال وبأي طريقة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.